كويسين يا رب تكونوا في احلى صحه واحلى حال. حبايب ماما بركه بالصلاه على النبي، انا بقول لكم من صباح الخير صباح النور، بتوحشوني والله. وبالصلاه على النبي ماما بركه النهارده هتعمل محشي وهتعمل جناحه وهتعمل وراك وماسوره كده هنسوي بيها. حبايبي تعالوا نشوف. حبايبي بالصلاه على النبي عاملين ايه؟ صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. ماما بركه بتصب على حبايبها وبتقول لكم يا رب تكونوا في اتم حال واتم صحه. وبالصلاه على النبي ماما بركه النهارده هتعمل كرنب، تعالوا نشوف. بالصلاه على النبي وراك وجناح، انا جايبه النهارده وراك صبحه كده. طبعا من زمان ما عملناش يعني فراخ وكده، كان كل اللحوم لحوم. هنعمل وراك اهيات مقطعاها، انا جايبه الورك واسمها نصين. هنعمل وراك وجناح بالصلاه على النبي، دي اللحمه. انا بقى عندي ايه ماسوره بقى بتاعت ايه بتاعت العجل، رحت ايه الجزار كسرها لي هي، هسلقها واسوي بيها المحشي، هسوي بيها الكرنب الخضره بتاع المحشي. الكرنبايه اهي لسه هقور واسلق، وادي الماسوره دي هسلقها واسوي بيها المحشي. الرز بتاع المحشي، البصل لسه ما قشرتوش هقشره اما اجي اعمل القطه بتاعت المحشي. بالصلاة على النبي حبايبي ماما بركة بتسلم على حبيبها وبتقول لكم تعالوا اتغدوا عندها كرنب جميل، هيبقى شكله حلو تحفة. هسيب بشربة الماسورة كده. حبايبي تعالوا نشوف. حبايبي المية ايه بتغلي بتاع الماسورة، هسلق بيها الماسورة، هحط شوية ايه شوية قطة كده مضروبين اهمت. بالصلاة على النبي هنعمل شوية شوربة كده حلوين للماسورة، هنسوي بيها الكرنبة. بالصلاة على النبي اديني ايه سقطت الماسورة اهي، دي الماسورة. بالصلاة على النبي انا عملت كده ايه الميه غليت، حطيت كبشه صلصه، هسيبها بقى الماسوره تاخد وتدي مع بعضها بقى، تاخد وقت عبال ايه ما تاخد وتدي وتعمل شويه شوربه حلوين كده نسوي بيهم ايه المحشي. بالصلاه على النبي انا كده سقطت الماسوره. بالصلاه على النبي هنا الميه ايه لسه ما غليتش، عبال ما تغلي هعمل ايه هقور الكرنب. هنا برضو الميه بتاع الجناحه لسه ما غليتش، عبال ما تغلي هكون قورت الكرنب يا حبايبي. حبايبي بالصلاه على النبي قورت الكرنبايه اهي، هيت كرنبايه هيت زي الفل هيت. هعمل بقى ايه اهي انا قايده على الميه، تعالوا بقى نشوف. الرحمن الرحيم يا حبايبي الميه بتغلي اهي، احط حبه ملح عشان اسلق الكرنبايه. احنا طبعا انا كنت سالقه وحاطه في الدفرير، قلت بقى لا النهارده اجيب واحده كده صبحه اولي الحبايب، بسمي الله وبسقطها كده اهو اهي. بالصلاه على النبي تعالوا معايا الميه بتغلي اهي بتاعت الوراك والجناحه قوطه. بالصلاه على النبي جزرايه بصلايه قصدي قرن فلفل بصلايه، ببدا اسمي الله احط وراكي وجنحتي اسلقها. بالصلاه على النبي اهو، يبقى انا كده سقطت بالصلاه على النبي الماسوره في الحل، وادي اللي ايه وادي الجناحه والوراك. بالصلاه على النبي طبعا ايه الجناحه لازم اسويها، لازم احيق الاول الفراخ البيضه دي، بحيق اهو الملح. بالصلاه على النبي ورق لورا هسيبها بقى مع بعضها كده على مسل كرنبتي. حبايبي بالصلاه على النبي طبعا سقطتها وقلبتها، بعمل بقى بالصلاه على النبي ازاي كده اهو. بالصلاه على النبي واروح رافعه كده اهي اهو، بالصلاه على النبي بروح رافعه. انا مش بعرف بالمسكه ديت اللي بيقولوا عليها دي، مش بحبها، بس اهي كده اهو بروح رافعه كده اهو. بالصلاة على النبي هقلبها تاني
صلى على النبي. هسلقها واوريكم. صلى على النبي يا حبايبي. برو عامله كده اهوت، كده اهو، كده اهو، اهو اهو. فاضله يا دوب ايه ديت اهي، قلبتها اهي بالصلاه على النبي. هسلقها واما اجي اوضى بوريكم حبايبي. خليكم معايا على النبي حبايبي. انا شلت ايه الكرنب سلقته، هقلي بقى بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا لما ذبحت العجل ايه سيحت الدهنه بتاعته، هنقلب ايه بدهنه النهارده من بتاعه العجل بالصلاه على النبي، هتعجبكم جميله. ماما بركه النهارده هتعمل بدهنه العجل بالصلاه على النبي. اهي الدهنه بالصلاه على النبي، بقشمها بقى بحالها. يبقى شويه محشي بقى بالصلاه على النبي، هيبقوا شويه محشي زباطه. تعالوا كلوا عند ماما بركه يا حبايب ماما بركه. طبعا انا خرجت ايه البصله بالصلاه على النبي وحطيت الدهنه اهو. انا سيحت الدهنه وحطيتها في الابره اللي هي خلصت، رحت طبعا مسيحه الدهنه بتاع العجل اهي. بعمل ايه بقى بالصلاه على النبي عشان برضو ايه احط قدامكم الملح اهو، الفلفل الاسمر اهو، بالصلاه على النبي. هاجل الجناحه هنا والوراق، هعمل ايه بالصلاه على النبي اهو. بحط الفلفل الاسمر عشان حطيت الملح، ما حطيتش فلفل بالصلاه على النبي اهو. بتغلي مع نفسها بقى كده بالصلاه على النبي. هنا الماسوره احط برده شويه فلفل اسمر، هقل شويه واوريكم يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي. انا طبعا ايه خرجت البصله وحطيت الدهنه، حطيت ملح وحطيت فلفل اسمر، وطفيت علشان الفيديو ما يبقاش طويل. بالصلاه على النبي هبدا ايه اسمي الله. انا طشيت قطه بالصلاه على النبي، هتتسبك قبل ما تتسبك اوضب الكرنب واوريكم يا حبايبي. خليكم معايا بالصلاه على النبي. شفتوا الماسوره؟ الماسوره شغاله هي، بسوي فيها اللي هنسقي بيها المحشي. هيبقى شويه محشي حلوين يا حبايبي، وتعالوا كلوا عند ماما بركه يا حبايب ماما بركه. بالصلاه على النبي اهي الماسوره كده قلت ايه اسويها ونسوي بيها المحشي، وهيبقى شويه شوربه جمال. الماسوره اهي شغاله، ابنحتي ووراكي بالصلاه على النبي. برده شايفين شويه الشوربه عاملين ازاي، والقطايه بقى والبصله كده مع قرن الفلفل مع الجزره كده، بيخلوا شويه الشوربه عسل مع ورق رولي كده. دي خلاص بقى ايه على التحمير. هطفي على ايه على الجناحه والوراق بالصلاه على النبي. طفيت عليه، التسبيكه كده خلصت خلاص اهي بالصلاه على النبي. استبكت هحط خضرتي واقعد احشي، بس انا بحشي وانا قاعده عشان ايه ما بقدرش احشي وانا واقفه. انا سلقت الكرنب اهوت، بسمي الله وبقطع كده، بسمي الله وبقطع كده، بسمي الله وبقطع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاه على النبي قلبت قليتها هيت، جهزت خضرتي برو عامله كده اهوت. انا بحب احطها كده واغسل رزي واقلبه ببعض بالصلاه على النبي. انا هقطع ورقتين بس اوريكم عشان اللي يحب الطريقه يحب يعملها يا حبايبي سهله. بالصلاه على النبي اقطع الورقتين دول قدامكم، وبعدين اقطع الكميه كلها واحشي وانا بحشي اوريك. بالصلاه على النبي اهي بالصلاه على النبي. الكرنب ده كده بيتباع كده في السوبر ماركات مجفف كده، لا انا بجيبه وبعمله في البيت بالصلاه على النبي، واشيله في الضيف فريزر. بس ايه انا جبت بقى كرنب صابح، قلت اوري حبايبي من زمان ما سلقتش قدامهم، هسلقه واحشيه واسويه كله في وقت واحد، وتيجي تتغدوا عند ماما بركه. انا اهو قطعت الورقتين دول بقى، هقطع الكميه كلها واوريكم يا حبايبي. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي. طبعا انا ايه وضبت الورق اهو بتاع الكرنب، بسمي الله، غسلت الرز وحطيته في التقليه. بعمل ايه بقى بسمي الله؟ بحط ده في القعر كده، هي طلعت زي ده كده الكرنبايه، بحط ده في القعر. يقوم ايه الصوابع ما تلسحش، وبعدين دول بيشربوا من الشوربه بقى بتاعت
يا بيها المحشي بتبقى جميل. هحشي صباعين كده ايه برضه اوريكم عشان الفيديو ما بقاش طويل. بسمي الله واعمل كده اللهم صل على النبي كده اهو. ماما بركه بتعمل محشي كروم وبتعمل وراك وجناحها، هيعجبكم يا حبايبي بالصلاه على النبي. وتعالوا اتغدى عند ماما بركه. بسمي الله واعمل كده اهو اهو على طول كده، احشي كام صباع واوريكم. وبعد كده ايه اهو بسمي بالله كده اهو اهو حبايبي بالصلاه على النبي. عشان الفيديو ما يبقاش طويل انا حشيت دول وهكمل شويه اوريكم بره، خليكم معايا النبي يا حبايبي. طبعا انا حشيت اهو، انا طبعا ايه بحشي شويه وبطفي عشان ايه الفيديو ما يبقاش طويل. انا بدات معاكم وبنهي معاكم بالصلاه على النبي اهو. بسمي الله واعمل كده اهو 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 بسمي الله واعمل كده اهو بالصلاه على النبي يا حبايبي اهو. ماما بركه بتعمل محشي كروم وبتقول لحبايبها تعالوا اتغدوا محشي عند ماما بركه بالصلاه على النبي، هيعجبكم ان شاء الله بالصلاه على النبي اهو يا حبايبي بالصلاه على النبي. انا بحشي كده احط حبه رز كده اهو واروح عامله كده اهو 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 الصباع اهو زي الفل اهو غيره بالصلاه على النبي. اروح حاطه حبه رز كده واروح فرده كده اهو برده الصباع اهو اهو بالصلاه على النبي اهو اهو. اكمل الحله بقى واما اجي اسقي بالشوربه اوريكم. على النبي يا حبايبي طبعا ايه انا سلقت ايه الوراك والجناحه نص سلقه. هعمل ايه بالصلاه على النبي؟ هعمل ايه؟ ادي ده ايه؟ كوبايه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. كوبايه دقيق. معلقه بيكنج باودر. معلقه نشا. هنا بقى ده ايه ده كركم، فلفل اسمر، بصل بودر، كمون، ملح بشطه، توم بودر. هعمل ايه بقى؟ هنزل ايه نصه كده نصه كده نصه كده بالصلاه على النبي. هعمل بيها ايه الجناحه والوراك كده كده اهو، والباقي عدي ايه اهو النص التاني عدي ايه. بسمي الله واعمل ايه بقى اهو بعمل كده بطلع من هنا بحط الوراك والجناحه هنا واطلع من هنا احط هنا واقلي. حبايبي وصفه حلوه هتبقى جميله بالصلاه على النبي. حط ندعه ميه تاني لان المج ما كانش مليان قوي. الصلاة على النبي حبة قليلين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو بعمل كده. دي التتبيلة دي طبعا ايه هنزل فيها الجناحة والوراك واطلع هنا. ده خلصته اهوت كده حطيته النص الكمية اهو على بعض كده بقى. اطلع من هنا واحط هنا بالصلاة على النبي. اما اجي لي بقى اوريكم التتبيلة عملتها اهي للجناحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي الشوربه شايفين الشوربه بقى على الماسورة عامله ازاي بالصلاه على النبي. طبعا انا حطيت فلفل اسمر بس وحطيت قوطه. هحيق اهو عشان اسقي بيها المحشي بالصلاه على النبي. وتعالوا يا حبايب ماما بركه كلوا محشي عند ماما بركه. ولحت اهوت البوتاجاز بالصلاه على النبي اهو بالصلاه على النبي. شويه الشوربه بقى من هنا وشفت النخاع بتاعها هي طالع على وش الحله بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي. ببدأ أسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم أهو. حط الشوربة كده هيبقى شوية محشي حلوين. تعالوا اتغدوا عند ماما بركة يا حبايب ماما بركة بالصلاة على النبي. شوية الشوربة كده من إيه واللي يشرب شوية الشوربة من إيه من الماسورة دي هيبقى جمال. تعالوا اشربوا طبق شوربة يا حبايبي بالصلاة على النبي. ناس المحشي أهو وأروح محمرة إيه اللحمة الفراخ والوراك والجناح بالصلاة على النبي اهو. هحط الشوربة اوريكم عشان الفيديو. بالصلاة على النبي حطيت الشوربة اهي وهزيت الحلة. تهز الحلة كده عشان الشوربة ايه تخش جوه المحشي كله.
عشان كانت واحده حبيبتي قالت لي ايه بيستوي من فوق وفي النص بيبقى ايه بيبقى ني، لما تهز الحله كده وتخليها ببعضها كلها مشكشكه كده ما يبقاش ني ابدا المحشي من النص. بالصلاه على النبي، انا سقيت المحشي اهو بالصلاه على النبي اهو اهو. تعالوا بقى معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاه على النبي، طبعا ايه عامله التتبيله هي مج دقيق على مج ميه، وحتى توابلي بقى، وحتى معلقه بتاع دهوت بيكنج باودر ومعلقه نشا وجميع التوابل بقى اللي تحبيها. بالصلاه على النبي ببدا اسمي اللي بعمل ايه، بروح عامله كده ايه الدبوس كده اهوت. انا عامله حاطه برده نفس الخليط اللي هنا، حاطه النص هنا والنص هنا. ببدا اسمي اللي انا بحب اعمل بايديا، بعمل كده اهوت واروح حاطه كده واروح حاطه تاني كده اهو، بسمي الله كده واروح عامله كده. حبايبي وجبه حلوه، وصفه حلوه، اعملوها جربوها حلوه، تبقى زي كنتاكي بس انت عاملاها بقى في البيت بطريقتك، حاطه حاجتك بحالك بمزاجك، هتبقى جميله الوجبه دي. بالصلاه على النبي جربوها هتلاقوها حلوه. انا عملتها قبل كده نيه، بيتها في الحليب وعملتها، لا دي سلقها نص سلقه وبروح عامله كده اهوت اهو كده اهو اهي كده اهو. بالصلاه على النبي اهي، واروح عاملاها كده وغيرها كده اهو. بالصلاه على النبي اهو. طبعا انا هعمل دول قدامكم واوريكم، وبعد كده اكمل الكميه كلها، وعلشان ايه الفيديو ما ياخدش وقت، يبقى الفيديو ما يبقاش طويل على حبايبي. اهي بصوا عامله ازاي اهي. بالصلاه على النبي هكمل الكميه كلها واوريكم يا حبايبي، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي. طبعا انا ايه مسخنه الزيت، ببدا اسمي الله دي جناحه وورك، جناحه اهي الورك اسمها نصين، وعاملاه كنتاكي كنتاكي تعمليه في البيت بقى. بالصلاه على النبي ما تقوليليش، بالصلاه على النبي اهو اهو الدبوس اهو، وادي الدبوس الثاني اهو والجناح اهو. هخلص يا حبايبي هقلي ووريكم، خليكم معايا. على النبي، بالصلاه على النبي يا حبايبي، بالصلاه على النبي. الكنتاكي بتاع ماما بركه اهوت، بالصلاه على النبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما صلى على النبي. جربي الطريقه دي جميله وسهله، ما فيهاش بيض ولا حاجه، لا ده هي معلقه بيكنج باودر ومعلقه نشا، وحطي توابلك بقى اللي تحبيها كلها، عايزاه حار ماشي، عايزاه بارد ماشي. بالصلاه على النبي سخنت الزيت ورحت ايه موطيه خالص وسقطه. بالصلاه على النبي اهو، هكمل واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي، المحشي اهو بالصلاه على النبي، وتعالوا كلوا محشي عند ماما بركه يا حبايب ماما بركه. المحشي اهو انا وطيت عليه بقى كده ايه ياخد ويدي مع بعضه، عبال ما يستوي هكمل كميه ايه الوجبه بتاعتي. تعالوا بقى الكنتاكي بتاع ماما بركه بالصلاه على النبي، شايفين عامل ازاي؟ بالصلاه على النبي. انا طبعا ايه هطلع القليه دي قدامكم واكمل الكميه كلها واوريكم. انا طبعا حاطه المطفى وحاطه فيها مناديل ورقه هي، عشان ايه لو فيها زيت ولا حاجه ايه تتصفر. بالصلاه على النبي جربوا الوجبه دي هتبقى جميله، اللي انا بطلعها دي جناحه. بالصلاه على النبي اه، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي يا حبايبي اهو. هكمل الكميه بتاعتي كلها واروح ايه على ما المحشي بتاعي يستوي، هكون قليت بقيه الدجاج واوريكم الوجبه على الرخامه يا حبايبي، خليكم معايا. حبايبي بالصلاه على النبي، ماما بركه بتسلم على حبيبها، وانا كده انا خلصت الفراخ اهي كنتاكي وراك وجناحه، مقطعه الجناح الورك نصين وسلقاه نص سلقه هو والجناحه، وعملت التتبيله بتاعته هتشوفوها في الفيديو هتعجبكم. خلصت الجناحه، خلصت المحشي بالصلاه على النبي، والماسوره بقى انا سويت الماسوره كده سقيته بيها بس شويه محشي تحفه، وحبايب ماما بركه يجوا ياكلوا عند ماما بركه محشي وراك وجناحه وحاجات جميله بالصلاه على النبي، هتعجب حبايبي بالصلاه على النبي. وحبايبي كل سنه وانتم طيبين، وتعالوا كلوا عند ماما بركه، واللي يعجبه وجبه ماما بركه يعمل ماما بركه لايك، ولو لقيتوا 2 لايك اعملوا
اوعى الجرس بتاعي يضيع، وبالصلاة على النبي مستنياكم في الفيديو الجاي.